السلام عليكم. نحن نلقون دكتور محسن أنا بالمركز الخلايا الجذعية باسطنبول. المريض في عنده عقم جانا من غير بلد، مسوين له مايكرو تي سي مرتين، ما في شي حيوانات. بهاي في بالمئة 10 في احتمال تشتغل عنده. المريض طلب خلايا جذعية ما نسوي له. 15 دقيقة أخذنا الدهن، هذا الدهن اتخذ من بطنه بالليبوساكشن. حكيم التجميل اخذوه وهلا ما نحضره هوليتان بالجهاز. هولي جدا هن بيحضروا، انا ما بلك هن المركز وبيحضروا، بس انا بحطه جوا الخصيه. الدهن ميرخي حطوه مثل السيروم. ما نحطه بالجهاز هلا لهذا. لا يرم سات كارجوجا. حتى أنا بالجهاز بيتم هذا 30 دقيقة، يعني نص ساعة بينهز بهالحال تيفك الدهن من الخلايا. بيتم بس الخلايا وبعضها مش كل ما نحضره ما نفهمكن، يعني هالشغل بيمت شيء من الساعة 45 دقيقة. هلا كوني ما ندشوا المريض جوا، اعطينا قهوة وما شرب قهوة لك ما يستريح، وسوينا التخدير باللوكال انستيزيا. ان شاء الله لا بعد ساعه ساعه ونص بخلص الشغل بعطيك معلومات تنبخ ان شاء الله. هذا الدهن اللي اخذناه هون تم نص ساعه يبرم، هلا بنحطه بجهاز غير جهاز خاص مشان السنترفيوج. 15 دقيقة بيتم يبرم تنعير الدهن من الخلايا. ان شاء الله بعد 15 دقيقة بيصير حاضر، وبعد 15 دقيقة بروح على المريض نحط له خلايا ان شاء الله جوات الخصية مشان العقم. بلش هلا هذا 15 دقيقة بايمن. سوينا تعقيم هلا على الخصي مشان العقم على الخصي بس سوا لوكال بيرسينك. هلا سوينا تعقيم وحطينا المخدرات الانستيزيا، وبعد خمس دقائق بنحط الخلايا ان شاء الله. هلا هونيك انا كثير سويت عملية تحت الخصي تحت الميكروسكوب والتي سي تي سي تفتيش الحيوانات. هي هي بهال نوكل انستيزيا شايفه. هلا هاي الخلايا ما نحطها نحن على الخصي، مال القضيب على الخصي هيك تحضرت بالدهن، حضروها مثل هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيك الم؟ كيف الحال؟ خلصت هلا. الله يشفي على المريض، اليوم فيتو بيروح على الفندق، فيتو بيروح لبلاده. الله يشفيه ان شاء الله ما اشوف. الخلايا الجذعيه مشان العقم بالمئة 10 بتشتغل، بس مشان ضعف الانتصاب بالمئة 70 بالمئة 60 70 بتشتغل هون، بس مشان العقم سوينا. ان شاء الله بناخذ نتيجه رب العالمين. تم بخير ان شاء الله.